أهلا بيكم في قراءة أختار كارت. هنعمل دلوقتي أختار كارت طاقة شريكك تجاهك في الوقت الحالي، سواء شريكك ده أنت موجود معاه دلوقتي أو أنت منفصل عنه. طبعا القراءة دي ما تنفعش للكراش، لازم شخص تكون أنت أوريدي موجود معاه في علاقة دلوقتي أو كنت موجود معاه في علاقة في السابق، يعني شخص تربطكم ببعض علاقة كويسة، يعني وفي ما بينكم طاقة متبادلة، يعني حتى لو أصدقاء مثلا عادي تنفع القراءة دي. أي شخص يكون في ما بينكم عشرة سواء كانت طويلة أو قصيرة. هنشوف طاقة الشخص ده تجاهك إيه في الوقت الحالي، والمرة دي احنا عملنا اختيارات كتير بقى علشان ننوع الطاقة، وبحيث ان انت ممكن تختار عادي اكتر من مجموعة لاكتر من شخص، فيبقى قدامك خيارات كتير. يعني القراءة دي طاقتها شهرين من وقت ما انت فتحت الفيديو، بغض النظر بقى هو نزل امتى، يعني طاقتها بتبتدي من دلوقتي ولمدة شهرين جايين. فزي ما قلت لكم ممكن تختاروا مجموعة لشخص في بالكم او اكتر من مجموعة لاكتر من شخص، او حتى اكتر من مجموعة لنفس الشخص عادي، ما فيش مشكلة، يعني اختاروا بالطريقة اللي تعجبكم. المجموعة الاولى معانا هتكون الحجر الازرق او الكروت. دي هسيب لكم برضو حروف في اول تعليق، هتكون حروف الشخص اللي في بالكم او الشخص اللي انتوا حطيتوا نيتكم عليه. وتاني مجموعة الحجر الروز او الكروت دي، او برضو الحروف اللي هتلاقوها في اول تعليق. المجموعة التالتة الحجر الاخضر او الكروت دي، او برضو الحروف اللي في اول تعليق. واخر مجموعة معانا الحجر التايجر او الكروت دي، او برضو الحروف اللي في اول تعليق. اختاروا مجموعة لشخص في بالكم، اكتر من مجموعة لاكتر من شخص، زي ما تحبوا. في حد كمان في تعليقات الفيديو السابق قال لي حط لنا الاحجار فوق الكروت مش تحت، فتمام يعني اي خدمة. تمام، يعني اعتقد انتوا كده اخترتوا، ممكن نبتدي. فخلينا نبتدي باول اختيار. اوكي، الناس اللي اختارت الحجر الأزرق واختارت الكروت دي، خلينا نشوف خير بإذن الله. تمام. انا بشوف ان انت في مشاعر كتير جواك عايز تقولها للشخص ده، بس انت ممكن تكون مكسوف مثلا او مش قادر ان انت تعبر له عن مشاعرك، مع ان انا قلت يعني في بداية القراءة ما تحطوش نيتكم على كراش، بس ممكن فعلا يكون الشخص ده كراش، او ممكن برضو شخص تكون انت وهو زعلانين من بعض شوية وانت عايز ترجع العلاقة دي تاني. وفعلا هو الشخص ده نوعا ما شايف ان ممكن تكون مثلا انت مختفي او بقالكم فترة طويلة ما تكلمتوش، ايا كان بقى انت اختفيت هو اختفى، في حد منكم اختفى وبعد ما انتوا اختفيتوا وفي صمت سيطر على العلاقة دي، الشخص ده حس نوعا ما انه خسرك ومحبش يعني انه انت تخرج برا حياته او انه يخسرك،
يعني حس بخسارتك وده شيء مش عاجبه يعني. فغالبا بقى يعني انتوا الاتنين كل واحد منكم كان مستني التاني ان هو اللي يروح يصالحه او ان هو اللي يقرب له، وده ما حصلش. ممكن لبعضكم يكون في طاقة سحر هنا كانت هي السبب في ان انتوا تخسروا بعض. ولكن على كل حال، علشان نجاوب على سؤال القراءة، الشخص ده بيتمنى فرصة تانية في العلاقة دي، بيتمنى بداية جديدة وصفحة جديدة معك. حاسس انه في شيء غامض في العلاقة دي او في حاجات كتير انتوا ما تكلمتوش فيها، لكن الاكيد ان هو عنده طاقة ندم، الفايف اوف كابس، فاقدر اقول لك ان هو ندمان وبيتمنى فرصة تانية وعايز انه يقرب منك ويعترف لك بحاجات كتير وحقائق كتير انت ما تعرفهاش. ونوعا ما هو حاسس بالظلم سواء لي او ليك، يعني حاسس ان انت ظلمت معاه في العلاقة دي. ممكن تكون مثلا في حقائق هو ما اعترف لكش بيها وحاسس انه ظلمك مثلا، فعايز انه يعترف لك بالحقائق دي. في نفس الوقت برضه هو كمان شايف نفسه ان هو مظلوم. ازاي؟ يعني شايف نفسه ان هو مظلوم انه هو خسرك وان انت شخص كويس، فهو مش عايز يخسرك يعني، لانه شايف انه ده ظلم ليك. فبيقول الصح انه انا اعترف بالحقيقة، وسواء بقى يعني هو وافق وتقبل الحقائق دي كان بها ما تقبلش، انا مش هحس بالذنب وهكون عملت اللي عليا يعني. فاللي اقدر اقوله لك من خلال القراءة دي ان الشخص ده في حاجة هو مخبيها عليك وعايز يعترف لك بيها، وندمان بقى على اللي حصل ما بينكم في السابق ايا كان ايه هو. فهو عايز يبتدي صفحة جديدة معاك، يعترف لك بالحقيقة، يديلك حقك لو كنت ظلمت، ومش عايز يخسرك يعني، هو عايز فرصة تانية معاك. نوعا ما ممكن تكون برضو العلاقة دي قديمة من سنين، او ممكن مثلا بقالها من 6 لـ 7 شهور او حاجة، ممكن برضو في الرينج ده. فخليني برضو اشوف ملائكة الحب هينصحوكم بايه. سيبريشن ده كان انفصال ضروري وصحي وكان لازم يحصل، مش معناها انه انفصال نهائي، بس كان انفصال مفيد ليكم انتوا الاتنين. ان شاء الله حبكم هيتجدد من اول وجديد. خليني برضو اخد لك مسج من الشخص ده نشوف هو عايز يقول لك ايه. زمون بيقول لك ان هو زعلان قوي وان هو قاعد عمال بيفكر فيك ومكتئب جدا يعني، بسبب انه انتوا مش موجودين مع بعض. فبيقول لك انا بفكر فيك وبمر بفترة صعبة جدا وزعلان جدا ومش مبسوط تجاه وضع علاقتنا في الوقت الحالي. دي رسالته ليك. طيب برضو قبل ما اخد لكم نصيحة من الانجل انسرز، في هنا برج العقرب، الجدي، الاسد، الحوت، الميزان. الحوت والعقرب متكررين. في برضو برج الدلو، وطبعا الطاقات كلها موجودة. فخليني اشوف الانجل انسرز هينصحوكم بايه. يس، ان شاء الله اللي انت عايزه هيكون، فخليك ايجابي. ده كده كان بالنسبة لكم الناس اللي اختارت المجموعة الأولى، الحجر الأزرق. ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، اكتبوا لنا تعليق جميل أو أكتر لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة، وخلينا نروح بعد كده لتاني اختيار الناس اللي اختارت الحجر الروز واختارت الكروت دي والحروف اللي في اول تعليق.
خلينا نشوف ايه الاخبار. خير باذن الله. تمام برضو. بص، انت اللي سايب الشخص ده. الطاقة دي برضو كانت الطاقة المشتركة على فكرة في المجموعة الأولى. انت اللي سايب الشخص ده، من المؤكد هذا الشيء على فكرة. انت ممكن تكون عايز تصالحه دلوقتي، عايز فرصة تانية في العلاقة، لكن مين اللي بعد؟ انت اللي بعت، وانت اللي انهيت العلاقة دي، وانت اللي كنت السبب في الانفصال ده. انتوا طلع لك الدث والتاور الاثنين مع بعض، يعني فانتوا منفصلين. لو كانت القراءة دي عكسية عكسها، بس هنا انت اللي واخد قرار الانفصال ده، وطاقة الشخص ده انه هو مفتقدك بشكل كبير وبيتذللك، يعني علشان تديله فرصة او علشان يكون موجود معاك في العلاقة دي، لكن انت مش عاجبك الوضع ده. فالشخص ده دلوقتي حاسس بوحدة، متضايق جدا ومستنيك. شايف بيراقبك ازاي، بيبص عليك ازاي، مستني ان انت تحن عليه، مستني ان انت تديله فرصة، وفعلا عايزك تكون موجود معاه في العلاقة دي. ممكن تكون انت سبته مثلا علشان في طرف تالت، في حد تاني في حياته. اعتقد برضو ممكن يكون خلاف مادي ما بينكم او فروقات مادية، فانت شفت انه شخص مش مناسب ليك او كذب عليك في حاجة. ايا كان سبب الانفصال او ايا كان انتوا بعدتوا ليه، الشخص ده بيحبك قوي، ويعني حاسس بالظلم، نفسه فعلا ان انت تكون موجود معاه في العلاقة دي. ممكن يكون ماديا غير مستطيع، ممكن لبعضكم يكون في طرف تالت، بس هو مش عايز يتنازل عنك مهما كان يعني. فأنا بشوف ان طاقة الشخص ده انه مفتقدك بشكل كبير، مستنيك، مستني ان انت تديله فرصة. وانت غالبا ابتديت دلوقتي تفكر تديله فرصة. معرفش ايه اللي غير رأيك بصراحة، بس اللي واضح في القراءة هنا انه انت هتحاول تدي فرصة للشخص ده. ممكن تكون بتتعامل معاه بنرجسية نوعا ما، معرفش ليه جاي لي شعور ان القراءة دي ممكن تكون عكسية. فخلينا نشوف لو عكسية، يعني انت ايه اللي خلاك تغير رأيك وحابب تديله فرصة في الوقت الحالي. اعتقد يعني انت كنت حابب مثلا تتأكد من مدى صدق الشخص ده. ممكن يكون مثلا كان عندك شكوك ان الشخص ده طمعان فيك او عايز يعرفك مثلا لمصلحة، ولكن بعد ما تأكدت من صدق مشاعره قلت خلاص، لا الشخص ده فعلا بيحبني بجد ومش عايز يستغلني ولا حاجة، وقررت انك تديله الفرصة دي. لو عكسية اعكسها، ولكن انا بقول الطاقة اللي طالعة قدامي. يعني برضو لبعضكم ممكن يكون في طاقة سحر هنا، دي قراءة عامة وفيها احتمالات كتير، فانا بقول اللي بيظهر قدامي، وانت خد من الاحتمالات دي الاحتمال اللي متطابق معاك، وغيرك ياخد احتمال اخر متطابق معاه، لان دي قراءة عامة وفيها طاقات كتير يعني. فأنا شايف ان الشخص ده عايزك وبيتمنك، مستني بس ان انت تقوله اوكي، تديله اشارة، تديله يعني جرين لاين كده، وهو هيمشي على طول في اللاين ده. فخليني طيب اشوف ملائكة الحب هينصحوكم بايه. نادي على السول ميت بتاعك من خلال الصلاة، التوكيدات وقانون الجذب. هتقدر تساعد الكون انه يجذب لك توأم روحك، فممكن برضو تكون دي توأم روح كارمي.
خليني أخد لك رسالة منه ونشوف هو عايز يقولك إيه. بيقولك إن هو متضايق قوي، متضايق قوي يعني، وشايل الهم علشان هو مش عارف يكون معاك. نفسه إنه يعمل علشانك حاجات كتير قوي، بس شايف إن الحاجات دي فوق طاقته، وإنه مقدرش يقدم لك غير الممكن، وغالبا الممكن اللي هو بيقدمه لك ده غير كافي بالنسبة لك. فبيقولك صدقني ده أقصى شيء أنا ممكن أقدمه لك، ولو في استطاعت أقدم لك أكتر من كده أنا هعمل كده. فغالبا فروقات مادية ما بينكم، حتى لو أنت يعني ما حسستش الشخص ده بالفروقات دي، لكن هو يعني متفهم ده بينه وبين نفسه، وحاسس انه اقل منك، وحاسس ان انت تستحق الافضل، وهو عاجز عن انه يقدم لك الافضل ده في الوقت الحالي، وهو ده اللي مضايقه. طيب خلينا نشوف الانجل انسرز هينصحوكم بايه. قبل ما اخد لكم نصيحة الانجل انسرز، في معانا برج الاسد، برج الميزان، العقرب طبعا كتير، الجدي، وخدوا معاكم برضو الجوزاء، وطبعا الطاقات كلها موجودة. هنا طلع لك let go، انسى بقى اي موقف سلبي او اي موقف سيء حصل في الماضي. دلوقتي يعني الامور افضل بكتير، ولو انت حابب تفتح المجال للشخص ده او تتواصل معاه فانت مستعد لكده، ده وقت مناسب جدا يعني. فبصراحة هي دي طاقة الشخص ده، لو عكسية القراءة عكتوها جاي لي شعور انها هتكون عكسية لكتير منكم يعني. لكن اللي اقدر اقوله لك ان الشخص ده مفتقدك، بيحبك، مستنيك، مستني ان انت تديله فرصة. نوعا ما حاسس ان انت بتعامله بتقل او بالنرجسية، ومع ذلك هو متقبلك ومستني ان انت تديله فرصة مرة تانية. عندي فضول اعرف اكتر عن شعورك وعن نواياك، وليه انت تعاملت مع الشخص ده بالطريقة دي، فياريت برضو تقول لنا في التعليقات. ده كان بالنسبة لكم الاختيار التاني، الناس اللي اختارت الحجر الروز. ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع اصدقائكم، اكتبوا لنا تعليق جميل او اكتر لان ده بيفيد القناة بشكل كبير. بشكركم طبعا كلكم، وخلينا نروح بعد كده لتالت اختيار، الناس اللي اختارت الحجر التايجر واختارت الكروت دي والحروف اللي في اول تعليق. خلينا نشوف خير ان شاء الله. دي شبه القراءة واحد، ممكن تكون انت جاي من قراءة واحد او حاجة. المهم انه بشوف برضو ان انت في جواك كلام كتير نفسك ان انت تقوله للشخص ده. نوعا ما ممكن يكون في ما بينكم فرق سن او فرق في المستوى الاجتماعي او المادي، ممكن بنسبة كبيرة في ما بينكم فروقات مادية، او مفيش ما بينكم مثلا توازن في الاخذ والعطاء. يمكن مثلا في خروجاتكم انت اللي بتصرف مثلا، حاجة زي كده. بس المهم ان انت جواك مشاعر كتير وكلام كتير نفسك ان انت تقوله للشخص ده، بس غالبا مش قادر تقول للشخص ده هذا الكلام. ممكن لكتير منكم برضو تكون نوعا ما دي علاقة نرجسية، يعني على قد ما الشخص ده اقل منك سواء بقى على المستوى التعليمي الاجتماعي المادي، ولكن مع ذلك بيعاملك كأنك انت اللي اقل منه. فممكن تكون برضو الطاقة دي موجودة هنا نوعا ما، ممكن تكون دي علاقة نرجسية. انا بشوف ان الشخص ده
يعني نوعا ما ممكن تكون انت حاسس ان هو ضيع وقتك مثلا، او يعني انت ما استفدتش من ورا العلاقة دي حاجة. ممكن يكون مثلا بتتكلموا يوم وتتخاصموا شهر مثلا، وانت حاسس مثلا انه ما قدم لكش اي حاجة في العلاقة دي ولا اداك اي اهتمام، وان اداك اهتمام بيكون اهتمام مؤقت او اهتمام لحظي وما بيكملش مثلا. ممكن برضو لبعضكم تكون دي كانت علاقة انترنت او حاجة، او ممكن تكون انت شخص مشهور ويعني هو عارفك بقى علشان استفادة معينة، بس انتوا بقالكم فترة ما بتتكلموش والموضوع ده مضايقه، وبشوفه مشتاق ليك، مشتاق لعطائك، مشتاق لاهتمامك، لان غالبا انت قطعت العطاء اللي كنت بتديهوله، كنت بتقوله كلام حلو مثلا بتغذيه عاطفيا، ويمكن بقالك فترة قفلت الحنفية عليه، فعلشان كده هو مشتاق لعطائك يعني. فأنا بشوف ان الشخص ده برضو نوعا ما عارف، انت شايف الامبرس هنا هي ماسكة دفة القيادة، لو خدت بالك دي شبه دفة القيادة بتاعت المركب، هو اللي بيتحكم امتى يكون موجود معاك في العلاقة وامتى يبعد. فهو عايز يقرب لك في الفترة دي علشان محتاج يقابلك ومحتاج منك جرعة طاقة وجرعة اهتمام من الاهتمام اللي انت بتديهوله، ممكن كمان يكون محتاج منك فلوس للبعض يعني. فأنا فعلا بشوف ان هي دي طاقة الشخص ده في الوقت الحالي، وانا بعتذر لكم جدا، بس هي دي الطاقة اللي طالعة معانا. اكدوا معانا في التعليقات، اكتبوا لنا الكلام ده صح ولا لا، ولو مش صح ايه هو الصح يعني. خليني اخد لكم نصيحة من ملائكة الحب واشوف هينصحوكم بايه. Let go of control issues. الكارت ده طالع ليه هو مش ليك انت. و past life relationship. انتوا تعرفوا بعض من حياة سابقة ودي علاقة درس، والشخص ده فعلا قبلك علشان يعلمك دروس منها، انه انت ما تديش بزيادة، وانه الكنترول اللي انت عامله دلوقتي هو كنترول صحي، بس في فرق انت الكنترول ده هتعمله صح ولا غلط. ممكن تكون انت مثلا وقفت عطاء علشان عايز الشخص ده يجي يكلمك اعتقادا منك انه هيتغير. لا، هو بالسيفن اوف سورد الشخص ده مش هيتغير، ده كارت الحرامي في التارو، فالشخص ده عمره ما هيتغير. فلو انت عندك امل انه كل شوية انا هعمل صمت عقابي فهو هيرجع يكلمني، طب انت غلطان، وبكده هتحرق وقت كتير جدا يعني. سيب الامور تمشي بشكل طبيعي، وهنا بيقولك free yourself، حرر نفسك. طيب قبل ما اخد لكم نصيحة الملايكة، معانا برج العقرب، برج الميزان، الدلو، الطور، السرطان، القوس، خدوا معاكم الجوزاء، وطبعا الطاقات كلها موجودة. فخليني أشوف الأنجل أنسرز هينصحوكم بإيه. ريمين بوزيتيف، خليك إيجابي وجمع معلومات زيادة. ده كده كان بالنسبة لكم الاختيار الثالث، الناس اللي اختارت الحجر التايجر. ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، اكتبوا لنا تعليق جميل أو أكتر لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير، واكتبوا لنا برضو قصتكم في التعليقات، وخلينا نروح للمجموعة اللي بعد كده. نروح بعد كده للاختيار الأخير، الناس اللي اختارت الحجر الأخضر واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق. خلينا نشوف ايه الأخبار. بإذن الله خير.
بس أعدل الكاميرا. أوكي ممكن لكتير منكم تكون العلاقة دي علاقة توأم شعلة، توأم روح. ممكن برضو يكون شخص انت لسه متعرف عليه جديد، بس نوعا ما يعني مفيش تشابه ما بينكم. ممكن تكون علاقة انترنت، بس الشخص ده ممكن تكون انت قابلته مرة واحدة، او ممكن تكون ما قابلتوش، ممكن تكون قابلته وانفصلته. من الاحتمالات دي كلها موجودة هنا. المهم يعني صلب الموضوع ايه، او المهم اللي المفروض يتقال، ان انت والشخص ده طريقتكم في التفكير مش واحدة. كل واحد منكم بيفكر بطريقة مختلفة، كل واحد منكم له ثقافته، له معتقداته، مفيش تشابه ما بينكم. الفكرة انه ممكن تكون انت بتقول انا هحاول افهم عن طبيعة الشخص ده علشان اتعامل معاه بطبيعته، وهو كمان قالك نفس الشيء، وكل واحد منكم بيحاول انه يقرب من التاني. بس ده يعني ممكن تكونوا اتفقتوا عليه وبتعملوه بشكل ظاهري، لكن انتوا من جواكوا اصلا كل واحد منكم هو اللي بيحاول انه يخلي التاني شبهه. فاللي انتوا بتحكوا فيه ظاهريا انه احنا نكون شبه بعض ونقرب من بعض والامور تمشي والدنيا تمشي، واتفقتوا على كده وبالفعل بدأتوا ان انتوا تعملوا ده، لكن في الواقع كل واحد منكم هو اللي بيحاول انه يخلي التاني شبهه. وعلشان كده ممكن تكون الامور متنشنة ما بينكم شوية. بشوفك بتفكر في الشخص ده بشكل عقلاني بشكل كبير جدا، في ما بينكم طاقة وتواصل روحاني بشكل مبالغ فيه. وبصراحة أنا بشوف إن الشخص ده بيحاول يقدم الكتير، بيحاول يعمل ما في وسعه علشان يحافظ على العلاقة دي وعلشان يحاول إنه يقرب لك. بشوفه مهتم بيك جدا، وأكيد نفسه إنه يكون في ما بينكم زواج وبيت وأسرة، وبيسعى لكده فعلا قدر استطاعته. بس نوعا ما أنا بشوف إن فكرة اختلاف أفكاركم، ممكن اختلاف بلدانكم، الشخص ده مثلا عايش في بلد تاني في قارة تانية، وده مسبب عقبة نوعا ما. ما أعتقدش إن ممكن يكون في ما بينكم مشكلة مادية، ولكن المشكلة اللي ممكن تكون موجودة هي اختلاف الثقافات، الأديان، أو بعد المسافة. للبعض منكم برضو في طاقة سحر هنا، فاحترسوا من هذا الشيء. لكن على كل حال انا بشوف ان الشخص ده طاقته كويسة تجاهك، وفعلا يعني بيحس تجاهك احساس توأم الشعلة، ونفسه ان هو يكمل معاك. انت كمان نفسك ان انت تدي للشخص ده فرصة بغض النظر عن اي شيء، حتى لو معرفتوش ان انتوا تقربوا وجهات النظر، برضو بشوفك عايز تدي فرصة للشخص ده، وعادي ممكن تقدم تنازلات عادي يعني. بس نوعا ما من وقت للتاني بيكون في ما بينكم تنشنة، وان كل واحد منكم بيكون عايز التاني هو اللي يكون شبهه يعني. فخليني برضو اخد لكم نصيحة من ملائكة الحب، اشوف هينصحوكم بايه. كوندبندنسي، تعلق مرضي. واعتقد التعلق المرضي ده عندكم انتوا الاثنين، انتوا الاثنين عندكم ادمان على العلاقة دي بالاخص هو يعني. وهنا ريتريت، لو كنتم مش بتتكلموا فانتوا هتتكلموا، والعلاقة اللي ما بينكم هتتصلح شوية، وان شاء الله يعني هتقربوا من بعض وتقضوا وقت لطيف بمعزل عن العالم يعني. طيب خليني اخد لك رسالة منه ونشوف هو عايز يقول لك ايه. بيقول لك ان هو بيحبك قوي يعني، ونفسه انه يتزوجك وينجب منك اطفال وتعيشوا السعادة مع بعض بقى، وتكونوا مع بعض اسرة سعيدة. بيقول لك هو ده اللي انا بتمناه،
ونفسي ان انا احققه معاك يعني. طيب قبل ما اخد لكم نصيحة الانجل انسرز، معانا برج الدلو، الجوزاء، الحمل، الميزان، القوس، وطبعا الطاقات كلها موجودة. فخليني اشوف الانجل انسرز هينصحوكم بايه. نو، ممكن تكون افكارك سلبية نوعا ما حول العلاقة دي، فحاول انك تستبدلها بافكار ايجابية، وهنا بيقول لك في المستقبل القريب، فمحتاج انك تكون ايجابي اكتر شوية. يعني الشخص ده فعلا بيحبك وباقي عليك وعايزك وانت كمان، فخلاص بقى اي مشاكل ما تفكرش فيها، تغاضى عنها، زي ما بنقول ما تبصش لنص الكوباية الفاضي وبص للإيجابيات الموجودة، خصوصا انه فعلا الشخص ده عايز يشتغل على العلاقة دي، فاديله الفرصة لكده يعني. فاكتبوا لنا برضو في التعليقات مدى دقة وصحة الكلام ده ومدى انطباقه على حياتكم. ده كان بالنسبة لكم الاختيار الأخير، فياريت ما تبخلوش علينا بلايك لو عجبتكم القراءة دي، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، اكتبوا لنا تعليق جميل أو أكتر لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.